العناية الإلهية تنقذ فنان مشهور من الموت أثر تعرضه لحادث أثناء التصوير. أنقذت العناية الإلهية الفنان اللبناني وديع الشيخ من الموت المحقق أثر تعرضه لحادث خلال تصويره. حلقة جديدة ضمن برنامج خدني معك. وسقط الفنان من الجي سكي أثناء تصوير فقرته برفقة فريق برنامج خدني معك وهي هوايته الرياضية المعتادة، وذلك بعد أن غدرت به أمواج البحر وألقت به للأعماق، ما تسبب بدخوله إلى المستشفى لساعات لإجراء الفحوصات الطبية. وكشفت الإسعافات الأولية والفحوصات التي أجراها وديع الشيخ عن معاناته من الرضوض في مختلف أنحاء جسمه. والسلام عليكم ورحمة الله.